كتير جدا مننا يعرف الخرائط الذهنيه وبعضنا بيستخدمها، لكن قليل مننا اللي بيستخدمها بطريقه فعاله وبذكاء. انا حسام الدين حسن وطالب بمدينه دويل للعلوم والتكنولوجيا، وفي الفيديو اللي فات كنت قلت اني براجع المنهج كله في 3 دقايق بس، علشان كده النهارده حابب اعرفكم ازاي ممكن تعملوا ده. علشان تستخدم الخريطة الذهنية بكفاءة عالية محتاجك تعمل 3 حاجات رئيسية. اول حاجة انك تاخد فكرة عامة عن الموضوع او الدرس اللي انت بتذكره. تاني حاجة انك تبدأ تستخرج الافكار الرئيسية والافكار الفرعية والتفاصيل الاساسية، وعايزك يكون معاك 3 حاجات برضو، 2 قلم فسفوري لونين مختلفين وقلم رصاص. الافكار الرئيسية هي غالبا بتكون العناوين الرئيسية في الدرس او الموضوع اللي انت بتذكره، وبالنسبة للعناوين الفرعية والتفاصيل الاساسية انت محتاج تفهم الموضوع عشان تقدر تستخرجهم بنفسك. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر ازاي تطلع الافكار الرئيسيه والافكار الفرعيه والتفاصيل الاساسيه، سيب لنا كومنت، والمدرب مرزوق الغنامي ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هيغطي الموضوع ده ويعرفكم ازاي تطلعوا التفاصيل دي. هتختار لون واحد من القلم الفسفوري وتعلم على العناوين الرئيسيه واللي هي الافكار الرئيسيه، واللون الثاني هتستخدمه علشان تحدد الافكار الفرعيه، وهتستخدم القلم الرصاص عشان تخطط تحت التفاصيل الرئيسيه. دلوقتي انت ميزت بين الثلاث عناصر بتوعنا. بعد ما ميزت بين الافكار الرئيسيه والافكار الفرعيه والتفاصيل الرئيسيه، انت دلوقتي مستعد تعمل الخريطه الذهنيه بفعاليه عاليه. هتكتب اسم الموضوع او الدرس اللي انت بتذاكره في نص الصفحه، وتبدا تطلع تفرعات بالافكار الرئيسيه من الموضوع ده، ومن كل فكره رئيسيه هتطلع تفرعات تانية بالافكار الفرعيه بتاعتها. هتعمل الخريطه الذهنيه دي لكل درس في كل ماده، ولما تخلص ماده معينه وانت بتراجع هتجمع كل الخرائط الذهنيه دي في خريطه واحده كبيره. دلوقتي انت ليله الامتحان تقدر تراجع المنهج كله في 3 دقايق بس، وقبل الامتحان تقدر تبص على الورقه بتاعتك دي او الخريطه الذهنيه دي بنظره واحده، تفتكر كل اللي انت محتاجه وتخش ان شاء الله تجيب درجه عاليه. جرب طريقتي وعرفني رايك في كومنت. ابعتوا لنا الخرائط الذهنيه اللي بتعملوها وبتذاكروا منها، علشان افضل خريطه ذهنيه هنعرضها على الصفحه عندنا على الفيسبوك. يا ريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك لان ده بيشجعنا جدا، وطبعا اشترك في القناه علشان توصلك الفيديوهات الجديده، ولو استفدت من الفيديو يا ريت تعمل شير مع اصحابك علشان يستفيدوا منه. حابب اشكر محمد حلمي وسماء عبد الشكور لدعمهم لينا عشان نخلي الفيديوهات كويسه. وفي اخر الفيديو حابب اشكر الدكتور احمد محمد مصطفى على مجهوداته العظيمه معانا في التسجيل.